أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي العظيم الولي الكريم الذي لا يدرك لأسمائه نهاية ولا يبلغ لها غاية ومع هذا ترجع من حيث أن لها محددا إلى الأمهات الأربعة الأرباب العناية المنصوص عليها في الكتاب الحكيم بقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من ألبس دثار النبوة وشعار الولاية وعلى آله وأصحابه أربعة الأرباب الفتوة والهداية وعلى خلفاء الراشدين القائمين مقامه إلى يوم الدين رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلام صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية ألا للإله الحمد في كل لحظة على ما حبنا نعمة بعد نعمتي له أسماء ليس إدراك كنهها ولو للنبي ولي بهمتي نعم إنها عند اعتبار انتسابها لها أمهات أربع ذات رفعة هي الأول والباطن الآخر الذي هو الظاهر في الكون من دون خفية كما الأولان ما شاء للولاية كذا الآخران مع دين للنبوة وأعلم بهاتين اللتين عليهما مدار مهمة الوجود بحكمة ففي بعض أعيان قد لما تكما ليتين افتراق في مظاهر ثلتي صلاة دواما مع سلام مؤبد على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد الماحي وآل وصحبه وأرثهم والنائبهم بخلتي وعفو عن المدى في غوث الورى الذي تسمى بمحيى الدين قطب المقلة وسماعه والحاضرين وأهلهم ومدعيهم
وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرياتي رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلام صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إذ ما أراد إله العرش ذي العظم تنفيس كرب أساميه أولي الحكم أفاض قبل ظهور الكون من نفسه رحمان نورا حول يدين ذا قدمي يد النبوة للأعطاء ما أخذ يد الولاية من مولاه من قسمي فمن ولايته قال الإله له لولاك لم تجد الأكوان من عدمي وللنبوة قال النور كنت نبي وآدم بينما وتين في القدم لولا الولاية في الأكوان ما انتظمت فيها تدابيرها قطعا بلا توهم لولا النبوة في دنيا لما ظهر فيها سبيل الهدى من سائر اللقم صلى على خير من ضم الولاية فيه والنبوة طه أحيد قسمي وآله معنى أو صورة وكذا دينا وطينا مع الأصحاب كلهم عافى عن الماضي بعد بلا طرف كنز الحقائق عبد القادر الكرم وسامعيه ومن للسمع قد حضروا ومدعميهم على اسم الغوث ذي الأعظم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعظم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى الهاشمي الكريم تعالى الإله العلي العظيم له اسمان وهما العزيز الرحيم تنازه من حيث هو العزيز عن الإجتلاء لخلق اللئيم تراحم من حيث كان الرحيم بتنزيله للقرآن الحكيم فقدر منه له نوبا لبعض خصوص لبعض عموم وبعض أتى قبل إرساله وبعض بدا بعده مستقيم أجل الأولى بعده شبل شاه أبي صالح الترجمان الكريم وذاك الولي الذي قد فشى كرامته كل قطر عميم وأزكى صلاة على أحمد نبي الورى مع سلام يدور
وآل له ثم أصحابه الأولى إنهم للهدى كالنجوم عفى الله عن مدح محي الدين وعن سامعيه بقلب سليم وعن حاضريها هنا والذي يداريهم باسم غوث عظيم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم أزكى صلاة مع سلام على رسولنا الهمام والآل أصحاب الحسام والصحب أرباب البداد محمد من البر الجواد آله كل البلاد إذا شرقت شمس الرشاد من شرق جلال الحشا في بطن ياء ثم دال من مرضى الشاه الرجال إلى أبي شيخ الجلال صالح بعام تسدنا وهو سراج المجتبى طالب سه أهل السبا له متجا مكتبا أملاك حفظ للعباد إذ هم غرة الصيام قالت لهم ذات الفطام لم يلق من اليوم الغلام ثديا له أهل المراد كم من خوارق قد بدت منه كما عنه روت روا فروا واندمى في كل أطراف المهاد من تلك مبذل الهدى لمن رأى منه ردا ودأبه فيض الندى لأهل دنيا والمعا كم من غبي أرشدا ومن شقي أسعدا ومن عجيب أوجدا كفى به يوم تنا قال اخرجا للحمام من ضلع بغداد المقام لما شك الدين القوام معزل بحاله صدا فكلما رام الدخول خرف من له حمول يا طالب اسمع ما يقول فيه ثقات باستنا صلى على طه الحمام والآل والصحب الكرام والوارثه بالعظام وكل أصحاب الوداد تمت عفا عن ذاكرين مدح الولي الحاضرين والسامعين المطعمين على اسمه الباري الجواد رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صعديك يا ذا الغرام إلى غياث الأنام محيي لدين القوام القطب صفو الكرام وهو الذي قال جندي ما معك يا أهل زهدي قد قال يا جند عندي دينار مي من خطامي حتى أتوه جميعا لأن يتوبوا رجوعا مما جنوه شنيعا للصدق في ذا المقام رأى بفج سقيما من
منه ابتغى أن يقيما لما غدا مستقيما ناداه أن يا قوامي إني لدين رشادي أحييتني كي ينادي لكم به كل نادي يا محيي الدين حامي وقال للذي أتاه يشكو بحمى فتاه في أذنه قل متاه تأتيه بالاهتمام قد قال عبد القدير يا أم ملدى مسيري لحلة لا تضيري تان الحصول المرامي وعاش حلر سلاما بضعا وتسعين عاما مع ما حباه الغلاما حفظ خير الكلام لسن سبع كميل سبع شهور قليل هذا كفيض الجليل مصباح ذات الظلام أزكى صلاة وسلام على الرسول الإمام والآل حزب الهمام والصحب أهل الحسام عفوا عن الذاكرين للمدح والحاضرين وسم علم طعمينا على اسمه بالغرام رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم عمد فوائله جميع الأمم جلت فضائله عن إحصى القلم شاعت مناقبه بعرب عجمي ذاعت مواهبه بحل حرمي إذ قال يوما مخبرا بالنعم عن وارد من ربه ذي الكرم على رقاب الأولياء قدمي فسلموا لي ذاك كل السلام ألقاه حماد بيوم حسير إذ ما مشى لجمعة في نهري فقال شلت كفه في قبري فقام يدعو الله مولي النعم مع ما يؤمن خمسة من قبرا في الألف حتى صححت فابتدرا أصحابه إذ أخبروا ذا الخبرا فطالبوا تحقيقه بالحشم فأشهد المولى بذاكم يوسفا وعبد الرحمن به قد كشفا فاستغفروا مما جنوه أسفا وذاك فضل المصطفى ذي العالم كم أبرأ الأعمى وأهل العرج وأبرصا وأجد من ذا حرج وأكمها ومقعدا ذا فلج
كنجل فضل بدعاء الهمام. وقال إذ ما شوشت للفقراء هديئة تسيهنا الظنكرا ياريه أخذ رأس غافا كسرا من بعد أحياها ببدء كليم رمى بقبقابيه من قد نهبا حتى ينال المال من قد سلبا منهم فأدوا ما عليه وجبا بالنذر معهما بأيدي الخدم وهو إمام المتقين الحسن قطب الملا غوث الورى عن محني تاج المشايخ في الخفا والعلن باز الأقاطيب الحميد الشيام أزكى صلاة مع سلام أبدي على محمد الحبيب السمد والآل والأصحاب أهل الرشد وتابعيهم في سواء اللقم عفوا عن الحزب الأولى قد ذكروا مدح الولي الغوث مع من حلروا والسامعيه ومن لهم قد أمروا بذكرهم هي من كبار الأمم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعظم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. سعادة الدارين بسلام لمن أحب الغوث بالغرام كبد النبي الحل في دهاما ولد العلي صاحب شهاما فوز وإقبال لمن هداه وما رأى من اقتدى هداه ولو ليوم سرمد مداه لجعله للناس ذا إماما وهو الذي في ربه محي في نيل فيض قربه علي من شرب كأس حبه هني غوث البرايا شامغ المقام كم من رجال بشر النبي أن الزم الذي هو النقي الشيخ عبد القادر رضي في العالمين دافع الملام ما زال يأتي عنده الدهور كذلك الأعوام والشهور مما جرى في ضمنها الأمور ساقي الحمى الظاهر العلام قد قال سافر لامرئ أبيل لمنعه الحماد عن رحيل لما رأى من قتله الوبيل فإن
إنني لكم لذو زعام فصار ذاك القتل في المنام والنهب نسي ماله القوام بما دعا الله على اهتمامي مقدار عين كاشف الندام لذيك كل الأولياء سكت وليس يسكت ذيكه القنوت ليوم بعث الله من يموت فهو الشريف القيم الكرام أدى لعبد الله ذي النبالا بنتا له إذ بلغ الرسالة من قطبه ما ذي أولي الغلالة قدم سجن الكرخ ذو اللخام أزكى صلاة قارنت سلاما على النبي المصطفى دوام وآله وصحبه تماما وتابعيهم في هدى استقام عفوا عن الذكار والسموع لمدحه الحضار والصنوع مطعوما الذي ليس بالمنوع على اسم شيخ الكل ذي سلام رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا مريد طالب النعم يا رشيد الرغيب الكرم الطريق القادر يتخذ واسلك انهار راسخ القدم إن فيها الاتقاء مع الابتغال وسيلة الحكم وجهادا للرجاء فلاحا حقيقي بلا تغم ذكرها من أفضل الذكر فكرها من أنفاس النسم ما لها من ابتداء فهو الانتهاء لغير فاغتنم حبلها برب متصل رجلها من نفاذ الكلم شيخها الذي قال إن عليها رقاب الأولياء قدم ليتنا نسعى لروضته نعترف خطا من القسم صل يا ربي على قسم آله وصحابه النجوم وارحمنا الشيخ سيدنا محي الدين عالي الهمم عفوا عن مادحين له واصفحا عن سماع النغم واغفرا للحاضرين هنا والمضيف بأطيب النعم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم رحمة الرحمن فينا نود الذاكرين يا شهود الحاضرين
أكثر ذكرا مبينا لدليل الطالبين أن تقولوا يا ملاد واسع الفضل المعاد منكم لنا النقاد كلنا عونا معينا أنت حق المحيي دين أنت قطب باليقين كنت غوثا كل حين فادفع عنا عنا حين أنت غوث الثقلين أنت زين الحرمين ومنير الملوين اجعلنا مقبلين أنت أتقى الأتقياء أنت أسفل الأسفياء صرت تاج الأولياء آتينا فتحا مبينا أنت مبدئ النوادر مظهر ما في الضمائر مخبر ما في السرائر رحمة دنيا ودينا يا حفيظ الحسنين يا كريم الطرفين يا نجيب الأبوين كلنا حرزا كنينا كلنا كهفا منيعا عن باليات شفيعا في خطيات واسعة من عطيات تفينا أنزل الله سلاما مع صلاته دواما للذي قام وما لجميع المرسلين أحمد والآل أسرى والأولى اهتشوه نصرا مع من اقتفوه إثرا والفريق النائبين وعفى عن سامعين مدحكا وصانعين طعمهم والحاضرين ها هنا والذاكرين رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى رضي الله على محمد يا ربي صلي وسلم طوبى لطلاب الجناب الأكرم أعني جناب القطب غوث الأعلام السيد الحسن باز النشاب مدفوع لطه حيدر للتكلم وهو الذي من كان نادى باسمه في شدة ينجو بغير تنجم ومن توسل في لبانته به قضيت ولو كانت ببحر القزم بل إنه لم قد يفعل فعله إلا بإذن إلهه المتكلم عهدا له ألا يموت مريده إلا على ما تاب من مستأثم كم من رجال الغيب صفوا خلفه مستكملين لفضله المستقسم ولكم خوارق قبل بعد ظهوره لغرد وبعد مماته المستحسم صلى الإله على النبي المصطفى والآل والأصحاب كل المسلمين وعفى عن المداه عبد القادر سلطان كل الأولياء المعظم والسامعين له ومن هو حاضر مع مدعميهم للغياث الأكرم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم
الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نتوصل إليك بأنبيائك العظام وأوليائك الكرام يحيى بن أكثم وإبراهيم بن أذهم والربيع بن خيثم وفضيل بن عياض وحبيب النجار ومنصور بن عمار ومالك بن دينار وغازم بكار وثابت بن البناني وطاووس اليمني وعبد الرحمن المدني وأويس القرني وباعلي الراسوق وباء إسحاق الفاروق وشيبان الراعي ودهمان الكلاعي وسفيان الثوري وذي النون المصري وسعدون المجنون والبهلول المفطون والمحب الشعنون وشقيق البلخي ومعروف القرخي ويحيى بن ميعاد وباء عمر الخلاد وسهيل العراد وسري سقتي وباء عبد الله النفطي وشيخ النظامي وباء يزيد البسطامي وباء تراب النخشبي والمنصور الخلاج ومرزوق الكفاف والشيخ أحمد زيلعي وأبي هاشم القربي والشيخ محي الدين بن عربي وسيدنا ومولانا محي الدين عبد القادر الجيلاني والرفي والرابعة العدوية والميمونة البدوية وشعوانة البصرية ونفيسة المصرية ورائحة الكردية وريحانة الحبشية وسعدون المجنونة وتحفة المحكومة وغيرهم من عباد الله الذين اصطفى أن يرزقنا اتباع نبيك المصطفى وصلى الله عليه وعلى آله أهل الصدق والوفا ما سعى ساع بين المروة والصفا والحمد لله رب العالمين رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا صفوة الأحرار يا إسوة الأبرار يا قدوة الأخيار اكشف لنا الأسرار أنتم غياث الناس أنتم غياث الخناس بالحفظ للأنفاس فارفع لنا الأستار إنا لك الغلمان راجوك للإحسان رزقا لنا الرضوان رفقا بنا مختار إنا أولو الهفوات من حبنا الشهوات وقفينا الخطوات للحارث الغرار ونحن كالأشباح وذكرك الأرواح لولاه لا إفلاح للجن والأبشار بل نحن كالأشجار أنتم لك الأمطار لا يوجد الأثمى إلا من الأمطار وما سنى الحاجات جئناك بالمسجد فأوفي كيل نجا لنا أولي العصا بشرى لمن قد زار روض الولي البار بالحفظ عن أخطار بل عن عذاب النار هذا ذميم الحال محمود ذو الأثقال يرجوني ذاك البال خذه عن الأخطار وما لي ذا العار شيء من الأذخان إلا الوداد القار منهم لكم سمسا يحفظه من عاها واحرسه عن عافات تقصي له الحاجة تمحو له اللوزة أدخله في الأحزاب واعدده في الأصحاب
واقبله من أحبار يا علي المقدار صلى على المختار والآل والعطار وصحبه والأنصار مولاه منستا وقدس الأسرار لكم والأخيار من باء قبلك سار من جاء بعدك طار عفا عن الذكار وسماع الحضار في حلقات الأذكار والمطعم المدرار وجملة الأولاد بالنسل والإرشاد وزمرة الأوطان وسائر الأبرار رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أشرق البدر علينا فاغتفت منه البدور مثل حزنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت يسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حولك الصافي المبارك برضنا يوم النشور أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفروا عني ذنوبي واعفوا لي عن سيئاتي عالموا سر وخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة وبارك وسلم وارضى عن ساداتنا صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا يصلح للعرض عليك وإيقانا نقف به في يوم القيامة بين يديك وعصمة تنقذنا بها من ورطات الذنوب ورحمة تطهرنا بها من دنس العيوب وعلما نفقه به أوامرك والنواهيك وفهما نعلم به كيف نناجيك اللهم اجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك واملأ قلوبنا بنور معرفتك وكحل عيون عقولنا بإسمة هدايتك واحرس أقدام أفكارنا من المرور بما مواطي السيئات وامنع طيور أنفاسنا من الوقوع في شبكات الموبقات الشبهات وعنا في إقامة الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم على ترك الشهوات وامح سطور سيئاتنا عن جرائم أعمالنا بأيدي الحسنات اللهم كلنا حيث ينقطع رجاء منا إذا أعرض أهل الوجود بوجوههم عنا حين نحصل في الظلم اللحود رهائنا فعالنا إلى يوم الشهود ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي تم مولد محي الدين بمنك عم كل حين إلهي احفظ عن البلوى وشين ووفقنا إلى ذكر الرزين إلهي قو عزما باليقين وأصلح كل إفساد قرين إلهي من بالخلق الحسين وجنبنا الشرور من اللعين إلهي رزقنا وسع وديننا أزل وقنا من الهول المهين إلهي ارحم وأصلح ذات بين وادخلنا جنان ذات زين إلهي اقل حوائج يا معين سألناها إليك بمحي الدين إلهي قهرا أعداء ديني ودنيانا سريعا بمحي الدين إلهي صل وسلم كل حين على المختار هادينا الأمين إلهي ثم آل أهل دين مع الصحب الكرام ومحي الدين يا رحمن يا منان ارحم المؤمنين رضي الله ربنا عن تاج المتقين غوثنا الأعلم عبد القادر محي الدين بركة ونعمة أعطينا أجمعين يا رحمن يا منان إرحام المؤمنين رضي الله ربنا عن تاج المتقين غوثنا الأعلم عبد القادر محي الدين بركة ونعمة أعطينا يا رحمن يا منان ارحم المؤمنين رضي الله ربنا عن تاج المتقين أوصينا الأعلم عبد القادر محي الدين بركة ونعمة أعطينا أجمعين يا الله يا معين ارحم المادحين أوصينا محي الدين
الدين سيدي صالحين وارضى عن دستقي وهو في رمن بير شجهان على الجير يا بصير يا خبير يا الله يا معين ارحم المديحين غوثنا محي الدين سيدي صالحين وارضى عن دستقير وهو في رنن فير شجهان عالم قير يا بصير يا خبير يا الله يا الله ارحم المديحين أوذينا المحيي الدين سيدي صالحين وارضى عن دستقير وهو في رنن فير شجهان عالم قير يا بصير يا خبير يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وصل عليهم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى صلى الله على محمد يا ربي صلِّ وسلم.